تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية أيضا على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء بأن أول فقرة هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية. واليوم أول خبر تحت عنوان الأجهزة الإلكترونية قد تؤثر بالسلب على منظم ضربات القلب. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان تغذية كبار السن في رمضان، وبنتكلم اليوم عن الأغذية المناسبة لكبار السن خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا بنتكلم عن السحور المناسب لهذه الفئة والإفطار المناسب لهذه الفئة وبعض النصائح لكبار المواطنين وكبار السن، وبعض أيضا التوجيهات لتجنب بعض المشاكل أو مشاكل المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان المبارك. وأيضا بتكون معايا في الفقرة هاي الأستاذة نجلة درويش، أخصائي التغذية السريرية والعلاجية بهيئة الصحة بدبي. وأما فقرتنا الأخيرة وبتكون تقريبا يعني بنتكلم يعني مع نفس الموضوع بما يخص كبار السن وكبار المواطنين والصيام، وبنتطرق أيضا في هذا الموضوع عن أهمية الصيام لكبار السن ومتى يتم منع كبار السن من الصيام والوجبات الصحية والمثالية لكبار السن وبعض المعلومات أو المواضيع حول هذا الموضوع. وبتكون أيضا معايا في هاي الفقرة الدكتورة سلوى عبد الله السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. دائما أرحب بتواصلكم مستمعين على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها مع زميلتي الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور، وخير عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله أختي أسماء بالنور والعافية. وكيف كان أول يوم صيام وياك أختي أسماء؟ بصراحة عادي. يعني أنا من نوع اللي أنام من وقت، يعني حتى في رمضان، فيعني نشاط وحيوية عادي، ما تغير يعني. ما تغير. نعم، يعطيك العافية. شو عندك اليوم من مستجدات؟
من ضمن الأشياء اللي كانت يوم أمس في قنوات التواصل الاجتماعي تغريدات من حساب رسمي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. التغريدات هي: افتتحنا المقر الجديد لمركز دبي للإخطاب، إضافة تسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات الريادي في مجال الرعاية الصحية إقليميا وعالميا، تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل الإمارات دائما الرقم واحد، وتأكيدا لأثرها الإيجابي في حياة الناس سواء داخل حدودها أو خارجها. أيضا كان هناك تغريدة أخرى تقول: لدينا أفضل الكوادر الطبية وأحدث التجهيزات التقنية التي تضمن صحة وسعادة أهلنا وكل من يقصدنا بهدف العلاج. مركز دبي للأخطاب يستقبل 4000 زيارة سنويا، وقدم العلاج نحو 24000 زوج وزوجة في الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم من عام 2017 إلى 2020، ومسيرة التطوير لا تتوقف في دبي. هذا كان من خبر افتتاح مركز دبي للأخطاب الجديد. مركز دبي للأخطاب الجديد موجود في جدة في دبي، في نفس الحرم أو بالقرب من مستشفى القيفة، مبنى متكامل خاص فقط للإخطاب، وأمس كان الافتتاح الرسمي للمركز الجديد. وهذا يعني شيء، يعني هو من المراكز اللي حتى لما حطينا النشرة في قنوات التواصل الاجتماعي كان هناك ردود جميلة من المتعاملين مع المركز، ورسائلهم كانت يعني مميزة. فمن أفضل المراكز، يعني من ضمن الملاحظات، من أفضل مراكز الإخطاب حقيقة، ويكفينا شرفا وفخرا وإحساس بأننا بأيد أميدة أنه تابع لهيئة الصحة بدبي. ونحن يعني هاي الرسائل دائما يعني نتمنى دائما نكون على حسن ظن، عند حسن ظن الجمهور. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطين في قنوات التواصل الاجتماعي أيضا مجموعة من النصائح اللي نحن نحطها بشكل يومي عن شهر رمضان، والنصائح هي كانت 3 نصائح ذهبية لمريض السكري في شهر رمضان، وكل يوم تقريبا على الساعة 5 نحط فيديو نصائح للقائمين. أيضا من ضمن الأشياء اللي وايد كانت توصلنا استفسارات أوقات العمل في مراكز التطعيم. مراكز التطعيم تعمل من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء، ومن الساعة 9 مساء إلى الساعة 12 صباحا. يعني هاي أوقات العمل اللي دائما وايد وصلت عليها السنسارات، وحبينا أيضا نذكر فيها في قنوات التواصل الاجتماعي في الإذاعة. تقريبا هاي اللي كانت الأشياء الرئيسية كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة وأخذ الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، لأن بيدنا نحن لنرفع عدد الحالات أو ننقصها. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، وشكرا جزيلا لأختي أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، من المواضيع المهمة اليوم نحن بنتطرق لها أيضا في فقرتنا اللي بتكون إن شاء الله بعد الفاصل، تغذية كبار السن خلال شهر رمضان المبارك، وبتكون معايا الأستاذ نجلة درويش أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معاها الحقيقة عن الأغذية المناسبة لكبار السن خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا بنتحدث عن وجبة السحور المناسبة لهذه الفئة من المجتمع اللي لهم أهمية قصوى أيضا الحقيقة في هيئة الصحة بدبي. فخلكم ويانا مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل وراجعين، وبإمكانكم أيضا التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم سهلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
وننتقل إلى فقرتنا الثانية لهذا اليوم، فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء، وتحت عنوان تغذية كبار السن خلال شهر رمضان المبارك، وبنتعرف على مواضيع مختلفة حول هذا الموضوع مع الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة نجلة صباح الخير. تم الله بالنور والسرور والمستمعين الكرام. وكل عام وانت بخير ومبروك عليك الشهر. وانت بخير والله يبارك فيكم ونهنيكم بهالشهر الفضيل. الله يسلمك أستاذ نورة. طبعا يعني اختياركم لهذا الموضوع تغذية كبار السن خلال شهر رمضان الفضيل طبعا أكيد من المواضيع المهمة، وأيضا يعني هاي الفئة من المتعاملين أو من فئة يعني أفراد المجتمع تولي هيئة الصحة بدبي أهمية أو اهتمام كبير لهم. لو نتحدث معك أستاذ نجلة في البداية عن الأغذية المناسبة لكبار السن خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا نتحدث عن يعني وجبة السحور المناسبة لهذه الفئة. نعم طبعا اهتمام تغذيتهم امر جدا مهم وتعد جدا يعني من الامور الهامه يعني اللي لازم نضعها في الاولويات، خاصه انهم معرضين انهم يخسرون العضلات، قله النشاط الحركي عندهم، فالتغذيه مهمه جدا طول السنه وحتى في شهر رمضان بالاخص. طبعا غذائهم في شهر رمضان لازم نركز على ان نقسم لهم الوجبات، يعني مو على طول مثلا تكون وجبه دسمه وانهم ما يقدرون حتى انهم يعني ياكلونها بطريقه جيده وبالتالي يعانون من عسر الهضم. طيب شو يعني شو تقسم يعني شو المكون الاساسي بهالوجبه؟ ركز انه يكون فيها يعني حصص مناسبه او كميه مناسبه من البروتين. طبعا البروتين موجود في البيض، اللحوم، الاسماك، البقوليات، هذه يعني هالمصادر الغنية بالبروتين جدا مهمة لهذه الفئة من كبار السن لأنهم معرضين لخسارة العضلات خاصة في رمضان، فنركز إنه يفون باحتياجاتهم من البروتين والسعرات الحرارية اللازمة من هذه الحصة من هذه الوجبة اللي هي البروتين. طبعا نصيحتنا لهم ان ما ياخذونها على شكل مقالي او يحاولون يعني مثلا يخلونها مسلوقه او تكون مشويه، يبتعدون عن المقليات قدر الامكان. شيء ثاني اللي هي الخضروات والفواكه، طبعا على وجبه الافطار مهم جدا ان احنا نشمل نوع من انواع او نوعين على الاقل انواع الخضار، والناس اللي ممكن شويه عندهم مشاكل في البلع ما يمانع اذا احنا مثلا نعطيهم خضار مطبوخه، لكن ما نحرمهم من الخضروات على طول، عادي يقدرون ياخذونها مطبوخه، ياخذونها على شكل شوربه، لان الخضار فيها نسبه عادله من الفيتامينات والمعادن الاساسيه اللي يحتاجونها. كذلك النشويات مثل ما نحن نعرف العيش، الفريد برمضان، طبعا الفريد بروحه يعني مطبوخ زين ممكن ياكلونه، بس الكميات اللي ياخذونها بشكل مناسب وانهم ينضغون الطعام بشكل جيد. الفاكهة طبعا نحن دائما ننصح انهم يركزون على الفواكه والخضروات بنسبة ما تقل عن 5 حصص في اليوم الواحد في رمضان ما بين وجبة الفطور وما الى وجبة السحور. الماي بعد استاذ عبد الله الماي مهم جدا صحيح. لانهم يعني ممكن انهم يعني يتفادون شرب الماي او ما يشربون الماي بكميات عدلة وبالتالي قد يصابون بجفاف وارهاق خلال نهار رمضان في اليوم التالي. تركيزهم حتى على الماي ممكن يكون في الخضروات والفواكه لأن حتى هاي تكون حتى غنية بنسب عالية من الماي، ولازم حتى لما يأخذون الماي ما يقل عن 2 لتر في اليوم هذا مجمل، يعني طبعا لكل شخص حسب احتياجاته من الماي، في أشخاص ممكن يحتاجون كميات ماي أعلى من آخرين، في أشخاص ممكن يكون يعني ما لا يقل عن 2 لتر. صحيح. ويتجنبون كذلك الأغذية المملحة يعني دون إضافة الملح وحتى إضافة الملح على مائدة الطعام، وهم مثلا يستبدلونها بالتوابل والأعشاب الطبيعية، نعناع المجفف واليانسون على سبيل المثال، الأعشاب هاي والليمون ممكن يحطونها، الكركم، بعض البهارات اللي ممكن تغنينا عن الملح. نعم طبعا أستاذة نجلة يعني من الأمور اللي دائما يعني نسمع أنها يعني
يصاب بها، يعني اللي هم الكبار السن، مشاكل يعني في المعدة، وبالأخص يمكن خلال شهر رمضان المبارك، يعني اختلاف الوجبات وتنوع أيضا الأغذية. فلو تعطينا بعض النصائح أستاذ نجلة عن يعني كيفية الحفاظ على يعني بحيث أن كبار السن يعني ما تستوي عندهم مشكلة التهاب المعدة، وبالأخص عند وجبة الإفطار. فعلا مهم جدا تهيئة المعدة، يعني من يبدأ المغرب ممكن يتناولون 3 تمرات، لأن سريع الهضم ما يرهق المعدة وينشط المعدة الخاملة اللي صامت فترة نهار طويلة، وسريع الامتصاص يزيل الخمول حتى الدهني وينشط الجسم بسرعة مع كوب ماء أو حتى مع كوب لبن. بعد فترة يعني مثلا بعد صلاة المغرب، هي استراحة تقريبا ربع ساعة وعشرين دقيقة إلى نصف ساعة عند البعض، ممكن يبدون بشوربة دافية، ونفضل نحن مثلا تكون هاي شوربة خضار، لأن نحن بقى نستمدون الفيتامينات والمعادن قدر الإمكان، ودائما تركيزنا إنهم مو على الكميات الوجبات، أو أن مثلا تنحط لهم الوجبات اللي هي العادية ما تكون غنية بالمعادن والفيتامينات، لا، نستغل هالفرصة ونقدم لهم الوجبات اللي هي غنية بالفيتامينات والمعادن اللي تفيدهم. يعني ممكن نضيف لنا العسل، هذا غني بالمعادن والفيتامينات، ممكن نحط لنا مثلا الخضار في الشوربة، فهذه بعد خفيفة على المعدة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنبهم تلبك المعدة. وبعد ذلك الطبق الرئيسي اللي احنا ذكرنا مكوناته من البروتين والنشويات والخضار، ولهم ننصحهم انهم يكثرون من الالياف الغذائية. طبعا الناس بتقولنا وين موجودة الالياف الغذائية؟ موجودة في الخضروات والفواكه، والراعي انهم ياخذون يعني بالطريقه اللي تناسبهم، ممكن يختلف من شخص لاخر، حد مثلا ينضغط طريقه او حد جيده، وحد منهم يبا يكون لا مطبوخ بزياده، حد منهم يختار الخضروات اللي تكون مثلا سهله المضغ. يتجنبون تلبك المعده لما ينبغون الطعام بشكل جيد، وما ياكلون على عجاله، وفي نفس الوقت ما يفرطون في تناول الطعام في وجبه واحده. يعني الوجبه الرئيسيه هاي تتقسم على وجبه الافطار، بالتالي بعد لازم يكون في وجبة خفيفة من بين وجبة الإفطار وجبة السحور، ويفضل أن إحنا ما نركز على الحلويات، نعطيهم مثلاً الفواكه بديل عنها استبدالها، وإذا مثلاً كلوا الأشياء الحلوة مثل الجيمات والأشياء المعروفة برمضان يقللون منها قدر الإمكان، لأنها غنية بالسعرات الحرارية وغنية بالسكريات. طبعاً بين فترة وأخرى ممكن يأخذون شاي نعناع، ينسون بابونج، هالأشياء تخفف عليهم مشكلات المعدة. وإذا خففنا كذلك من المقالي، هاي من الأمور جدا جيدة في شهر رمضان حتى بالأيام الثانية، ويبتعدون عن العصائر المركزة والعالية بالسكريات. يعني نحن ممكن نشمل كذا فاكهة في عصير واحد يكون غني بالفيتامينات ومعادن ويسهل كذلك هضمه. وإذا مثلا خدنا الألياف الغذائية من الفواكه طازجة بعد يكون أفضل، لأن بتختلف المواد الغذائية كذلك. بعد نشجعهم أستاذ عبد الله على الحركة والأنشطة اللي يقدرون يمارسونها، يعني صحيح. بعد وجبة الإفطار ممكن بعد بساعة أو ساعتين يمشون شوي، لو حتى بالصالة، لو حتى بحوي البيت، نحاول أن نحن نشجعهم. حتى صحيح. العامل الاجتماعي جدا مهم، تواجدنا قدامهم، نراقب أكلهم، مثلا ما نحط الأكل قدامهم ونروح عنهم، ممكن حتى ما يأكلون كامل أو ما نتأكد أنهم خذوا الطبق كامل. الحركة أركز عليها جدا مهمة. طبعا يتحركون حتى لو بالبسيط، يعني خلال يوم ما بين وجبة الفطور والإفطار لوجبة السحور، يعني هالحركات جدا مهمة لهم. نقطة ثانية بضيفة اللي هي الروب بعد حلو أنهم يأخذونه، يمنحهم من تلبك المعدة، وفي البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة، هذه جدا مهمة لهم. صحيح. والله أستاذة يعني نجلة، يعني مغريات السفرة خلال شهر رمضان كثيرة، فالله يعيننا نحن ويعين أيضا كبار السن، إنه يعني هو تحدي كبير الصراحة. وما شاء الله جزاك الله خير أستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. جزيتم خيرا وشكرا على هالاستضافة، ونتمنى إن شاء الله الجميع
بهذا الشهر الفضيل إن شاء الله أتمنى لهم كلهم الصحة والعافية. الله يعافيك. ولما يدخلوا المستشفيات لأي مشكلات أخرى. يعطيكم العافية. الله يعافيك وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأعزاء، نحن مكملين طبعاً اليوم حديثنا عن كبار السن. كنا نتكلم عن كبار السن والتغذية الصحيحة والسليمة، وبنكمل حديثنا مع الدكتورة سلوى عبد الله السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين، وموضوعنا معها بيكون عن كبار السن والصيام. خلكم يانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ونكمل حديثنا مستمعينا الأعزاء اليوم عن موضوع كبار السن والصيام، وفي الفقرة هاي إن شاء الله بنركز أيضا عن موضوع الصيام وكبار السن والعديد من الإرشادات الطبية والنصائح المفيدة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. بتكون معاي اليوم الدكتورة سلوى عبد الله السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سلوى صباح الخير. نوري هلا عبد الله، وكل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير دكتورة. طبعا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، ونقول كل عام أنت بخير ومبروك عليك الشهر دكتورة سلوى. الله يبارك في حياتك ويسلمك. الله يسلمك دكتورة. أنت من الناس اللي يعني ما شاء الله عليك اهتمامك بهاي الفئة من المتعاملين أو كبار السن أو الكبار المواطنين اهتمام بشكل شخصي كبير جدا، وأيضا طبعا بشكل يعني وظيفي كيعني مهام وظيفية في مركز كبار سعادة المتعاملين. دكتورة أكيد طبعا هناك بعض الاهتمامات اللي أنتوا أيضا تولونها خلال عملكم في مركز كبار المواطنين. نتحدث معك دكتورة اليوم وبالأخص عن يعني كبار السن والصيام، وبعدين بنتطرق إن شاء الله في حديثنا معك يعني متى يمنع كبار السن من الصيام وأيضا الوجبات المثالية لكبار السن. خلينا نتكلم بشكل عام دكتورة عن كبار السن والصيام. أوكي. طبعا كبار السن وايد حريصين على الصيام شهر رمضان، وإحنا دائما نحب إن إحنا نشجعهم على هذا الشيء. نعم. لكن في عدد كبير منهم عندهم أمراض مزمنة. لما أتكلم عن أمراض مزمنة أتكلم عن مرض ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمور وايد محتاجة تناول أدوية بشكل مستمر. صحيح. هاي الأمراض المزمنة ممكن مع الصيام يكون لها تأثير سلبي على صحتهم. فبالتالي لما نتكلم عن صيام كبار السن وحرصهم الشديد رغم وجود أمراض مزمنة، المفروض أن احنا نساعدهم أنهم يصومون عن طريق تحضيرهم. صحيح. والتحضير هذا المفروض أنه يستمر، أنه هو يبتدي فترة تقريبا فترة شهر قبل الصيام، نتأكد أنهم فعلا قادرين أنهم يصومون ولا لا، لأن رح نتكلم عن هذا التحضير. لكن اللي يخليهم غير أو مختلفين، اللي يخلي كبار السن مختلفين عن غيرهم، إنه في تغييرات فسيولوجية أصلاً في الجسم ممكن تخلي عملية الصيام صعبة بالنسبة لهم، مثل نقص السوائل في الجسم، زيادة نسبة الدهون، ضعف العضلات، قصور وظائف الكلى. يعني تلقى الشخص الكبير في السن أصلاً عنده قصور في وظائف الكلى، لكنه ماشي حياته and he is fine. لما يصوم يتعرض للجفاف ممكن يظهر هذا القصور بشكل مرض. في شغلة ثانية، الكبار السن يصير عندهم زيادة في لزوجة الدم نتيجة زيادة صفائح دموية مع تقدم بالعمر. طبعا هاي شغلة مع الجفاف لا سمح الله ممكن تسبب تجلطات، فبالتالي تضيق الشرايين اللي يخلي التروية الدموية للمخ، للقلب، للكلى، للكبد، للأطراف تكون قليلة. كبار السن محتاجين تروية، محتاجين ماء. فهاي الأمور كلها لازم نحطها في البال لما نسمح للشخص أنه يصوم. وطبعا القدرة على الصيام تختلف بين شخص وثاني. أنا ما أقدر أعمم أقول كل كبار السن ما يقدرون يصومون أو أن كلهم يقدرون يصومون.
الوضع يختلف بين شخص والثاني. لكن نتكلم أن متى لازم نمنعهم؟ يس صحيح. نوصل مرات في يعني لحالات معينة، مثلا كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة وضروري جدا أنهم يتناولون دواء أكثر عن مرتين في اليوم، هذيل الأفضل وعلشان صحتهم أنهم ما يصومون. يعني أنا عندي عدد كبير من المرضى في المركز، أنا أنصحهم أنهم ما يصومون، لأنه راح يكون صعب أني أعيد توزيع الأدوية وأخليها فقط مرتين في اليوم. صحيح. ومثل الثانية نعم تفضل. مثل ما ذكرتي دكتورة يعني في بداية حديثك بأن يعني يتم يعني منعهم من الصيام على أساس أن يعني المحافظة على صحتهم وعدم يعني وصولهم إلى بعض التأثيرات السلبية نتيجة الصيام. بالضبط. صحيح. وإذا كان طبعا المسن يعني دوم تعبان، دائما عنده جفاف، مثل ما قلت عنده قصور في وظائف الكلى، الأفضل أن احنا ما نحطه في ستريس الصيام. فهذين المرضى الأفضل بالإقناع نقنعهم أن لا، يعني الدين يسر وليس عسر، الأفضل أن هذا الشخص ما يصوم. صحيح دكتورة. طبعا أكيد يعني يعني البرنامج الشمولي طبعا مركز يعني كبار سعادة المواطنين بهيئة الصحة بدبي من المراكز المتميزة الحقيقة التابعة لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، مركز مميز الحقيقة، وأيضا يقدم خدمات شمولية وخدمات متكاملة لفئة أيضا مميزة بهيئة الصحة بدبي، وتولي لها اهتمام كبير جدا لهذه الفئة. ويعني الخدمات اللي تقدمونها دكتورة سلوى خدمات يعني لا تختصر فقط على يعني علاج دوائي، وإنما أيضا أنتم تأخذون الجانب المتكامل لهذا الإنسان، الجانب النفسي، الجانب العلاجي، الجانب الاجتماعي، الدعم يعني متكامل. لو نتحدث دكتورة في هذا الجانب قبل لا نتطرق إلى الموضوع الآخر، كيف يتم تدريب وتهيئة هذه الفئة اللي أنتم قررتم هم يصومون على أساس أن يكون صيامهم أيضا صيام يعني صحي وسليم وخالي من المشاكل؟ أوكي. طبعا مثل ما تفضلت عبدالله، إحنا نتعامل مع المقيمين في المركز إنهم أبائنا وأمهاتنا. صحيح. لما نقول شروط الإقامة في المركز إن الشخص هذا ما يكون عنده أقارب من الدرجة الأولى، نعم. فبالتالي مجرد ما يدخل المركز أوتوماتيكلي بشكل تلقائي إحنا نصير عياله. فإحنا نتكلم عن ليس فقط تقديم الرعاية الطبية أو الأدوية. صحيح. إحنا نتكلم عن احتواء المسن ويشعر أن هذا المكان بيته. جميل. هذه غرفته وهذا بيته وإحنا عياله. جميل. فبالتالي الاهتمام النفسي، الاهتمام الاجتماعي، تأهيل المسن، ربطه في المجتمع، نتأكد أنه هو عاطفيا ونفسيا مرتاح، ما عنده اكتئاب، تقبل المكان، عنده علاقات وصداقات مع أقرانه الموجودين في المركز. هاي شغلة وايد مهمة، يمكن هاي الشغلة اللي تميز المركز. إحنا نتعامل مع المسنين فعلا إنهم أبائنا وأمهاتنا. والله دكتورة يعني أنا أنصح كل واحد إنه، وأنا عن نفسي الحقيقة يعني خلال زيارتي لمركز كبار سعادة المواطنين فعلا يعني مثل ما ذكرت مستمعينا الأعزاء الدكتورة سلوى السويدي بأن يعني المركز يتعامل مع هاي الفئة المميزة الحقيقة بشكل يعني مميز وبشكل استثنائي يختلف الحقيقة، لأن فعلا مثل ما ذكرت الدكتورة سلوى يؤخذ بعين الاعتبار اهتمام يعني خاص من جميع الجوانب، الجانب السلوكي، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، يعني يتم إدارة الشخص هذا بشكل شمولي وبشكل جميل جدا. وأيضا دكتورة يعني كل الشكر والتقدير لك الحقيقة ولفريق العمل على خدماتكم المميزة الحقيقة لهذه الفئة. الحمد لله. هذا أقل ما نقدر نقدمه يعني للناس الكبار فعلا. صحيح. يعني هم يستحقون الأفضل. نعم دكتورة، طبعا مثل ما ذكرتي بأن يعني عندكم برنامج تدريبي وبرنامج تحضيري يعني للفئة اللي أنتم تعتقدون بأن بإمكانهم أنهم يعني يصومون شهر رمضان المبارك، بحيث أنه يعني أثناء ساعات الصيام يكون صيامهم يعني طبعا ما في أي مشاكل وصيام صحي. لو نتحدث في هذا الجانب، وأيضا اتطرق دكتورة لفئة من بعض الكبار السن اللي عندهم بعض المشاكل الصحية أو مثل ما ذكرتي في البداية بعض الأمراض المزمنة، ومن ضمنها ممكن يكون مرض الزهايمر. طبعا
احنا من قبل بداية شهر الفضيل طبعا نتواصل مع كبار السن ونتأكد كل سنة منهم حاب انه هو يصوم. صحيح. وعلى هذا الأساس طبعا هم اغلبهم عندهم امراض مزمنة سكري وضغط، نعيد توزيع الأدوية، نقلل جرعات الانسولين، نتأكد ان هذا الشخص اللي عنده سكر مثلا يتم قياس نسبة سكر اكثر من مرة في اليوم وهو صايم، هاي شغلة وايد ضرورية. لو كانت نسبة السكر أكثر عن 250 أو أقل عن 70 المفروض أنه هو يفطر، وهذه الانستركشنز أو التعليمات موجودة عند الطاقم التمريضي وعارفينهم كيف يتعاملون مع هالحالات. نحرص جدا على أن قسم التغذية العلاجية يكون معانا. إحنا طبعا عبدالله مثل ما أنت عارف إحنا عندنا المطبخ في المركز، الطبخ يتم داخل المركز، عندنا أخصائية تغذية علاجية وأخصائية تغذية يتأكدون أن الأكل اللي نعطى للمسن مناسب لحالته الصحية. صحيح. مريض عنده ضغط يكون الملح قليل، مريض سكر طبعا يكون السكر قليل، الدهون تكون أقل، هالأمور كلها تأخذ بعين الاعتبار. نحاول على قد ما نقدر أن احنا نحرص أن الناس تتناول الأكل فقط اللي نعطى لها في المركز، لأنه هو أكل يكون مدروس ومحسوب السعرات الحرارية له. صحيح. من بعد الفطور طبعا نحرص أن الطاقم التمريضي يذكر المرضى اللي هما الصايمين أنهم يشربون ماء، لأن مشكلة الناس الكبار أن إحساسها بالعطش يكون وايد قليل، فتذكيرهم أن على الأقل كل ساعة يشربون غلاس ماء. هاي لكل الناس، بس للناس الكبار أكثر، لأنهم فعلا السنتر أو مركز الإحساس بالعطش في المخ يكون ما يشتغل بشكل طبيعي لدى الناس الكبار، فما يحسون بالعطش مثلنا. صحيح. فضروري نحن نذكرهم، وممكن حتى مرات ما يحبون الماي، فممكن يكون الماي منكه في ليمون في زنجبيل أي شغلة، بس المهم أنهم يشربون ماي. كان سؤالك عن مرضى الزهايمر. صحيح. يس. مرضى الزهايمر طبعا أجين مرة ثانية يعتمد قدرتهم على الصيام على حالتهم الجسدية، عدم وجود أمراض مزمنة بالإضافة لمرض الزهايمر. لو مريض الألزهايمر يعني طبعا مريض الزهايمر مش دائما يكون ضايع، يعني ممكن مرات يستوعب اللي أنت تقوله، فلو أعرب مريض الألزهايمر أنه هو حب أنه هو يصوم المفروض أن احنا نشجعه، لو ما كان في أي مانع صحي المفروض أن احنا نذكره بين فترة وثانية أنه هو صايم. المفروض نتأكد أنه هو أخذ فترات يعني من الراحة في النهار بحيث أنه هو ما يتعب. لو أكل بالغلط ما في مشكلة، طبعا دائما نقول الدين يسر وليس عذر. صحيح. لكن وايد مهم في يعني متابعة أن الكير جيفر أو الشخص المهتم بمريض الزهايمر يراقبه طول اليوم خلال فترة الصيام، يتأكد أنه هو شغلة هاي حتى ما يخصها بالصيام. احنا دائما نقول مريض الألزهايمر لازم يكون عنده روتين يومي، ديلي روتين، يكون متعود انه ينام في وقت معين، يقوم في وقت معين، ياكل في وقت معين. لو نقدر نسوي هذا الروتين مرة ثانية في رمضان يكون وايد افضل، لان كل الدراسات اثبتت وجود روتين معين في حياة المريض المصاب بالزهايمر يساعد المريض ويساعد الاهل في التعامل معه. يعني في فرق بين لما يكون متعود ينام وينش في وقت معين. صحيح. وبين انه بيكون مثلا نايم طول النهار وسهران طول الليل. هذا شيء يعني حتى للكير جيفر او للشخص اللي يعتني فيه بيكون وايد متعب. نعم. دكتورة سلوى، طبعا الموضوع اللي بنتكلم فيه الحين يمكن خارج المحاور، ولكن موضوع مهم الحقيقة، وانتم ايضا تشكرون على يعني تقديم هاي الخدمة واهتمامكم في هذا الجانب. طبعا اكيد دكتورة سلوى، هيئة الصحة بدبي وفرت الكثير من البرامج الذكية والتطبيقات ايضا الذكية في التواصل مع المتعاملين، وانا متأكد ان يعني هناك تواصل مستمر بين فريق العمل بمركز سعادة كبار المواطنين وبين يعني متعاملينكم أو المرضى الغير المقيمين دكتورة في المركز بشكل مستمر. وأنا اللي عارفة أيضا أنت دكتورة بشكل يمكن يومي تتواصلين مع المرضى للتأكد على صحتهم ويعني سلامتهم من جميع الجوانب. لو نتحدث في هذا الجانب خلال يعني الدقائق الباقية من البرنامج. طبعا عبدالله هذا الشيء احنا كنا متعودين دوم ان كبار السن المقيمين طبعا موجودين في المركز، لكن المراجعين الخارجيين كانوا دوم موجودين في المركز، كنا دوم نشوفهم. نعم. افتقدناهم متى؟ في بداية ازمة كورونا. نعم. صحيح. لما صار اللوك داون ففعلا. صحيح. تولهنا عليهم.
صار الهدف ان احنا نبغي نطمنهم، لان صارت الميديا تتكلم عن كورونا وتأثيرها على كبار السن. فاشتغلنا على نوعا ما تطبيقات ذكية اذا نقدر نسميها. صحيح. علمناهم كيف يستخدمون الواتساب، كيف يستخدمون الفويس كول، كنا نتواصل وياهم بهالطريقة. سوينا جروب للأمهات وللآباء الموجودين من المراجعين الخارجيين، كنا نقدم لهم نصايح، جميل. طريقة غسل اليدين، كيف يعني كيف يتصرفون في وقت الكورونا، ولا زال صحيح. هذا التواصل مستمر طبعا. والجميل دكتورة أن اللي الآباء يتواصل، نعم اللي يتواصل يعني مع الشخص وهو في بيته أيضا يكون طبيبه، يعني ممكن يكون نفس طبعاً. الطبيب طبعاً. اللي يعالجه يتواصل معه، فهني يعني يزيد الحقيقة يعني ثقة المتعامل طبعاً. مع الجهة اللي تقدم الخدمة. وأيضا دكتورة أنت ذكرتي جانب مهم جدا، أنه يعني فترة كانت الحقيقة حرجة، فترة يعني كوفيد 19 والناس خايفة، فأنتوا حاولتوا أن خلال الفترة هاي إنه تطمنون اللي يعني مراجعينكم ولكنهم مش موجودين معاكم ولكنهم موجودين في بيوتهم. أيضا جانب الإطمئنان كان جانب مهم جدا وحيوي. طبعا عبد الله أقول لك شغلة جميلة جدا بصراحة. نعم. كبار السن يعتبرون هذا المكان بيتهم الحين، صحيح. حتى لو ما يجون أي شيء قاصرنهم من الأدوية، إحنا تعليماتنا واضحة جدا بالنسبة للعيادات الخارجية. العيادة موجودة مرتين في الأسبوع، لكن بقية أيام الأسبوع بعد العيادة مفتوحة لأي شخص مخلص عنده أدوية دواء معين ويبغي الدواء. فما نرد ما نردهم أبدا، يعني لو كلمني أي شخص من كبار السن أنا قاصرني هذا الدواء، راح نكتب له الدواء، ومرات حتى الموظفين يوصلون له الدواء للبيت بدون ما يوصل. صحيح. الشيء الطريف في الموضوع والجميل أن كبار السن من كثر ما حبوا هذا المكان، أي شغلة يبغونها يعني يأخذونها من هذا المركز، أي شغلة. صحيح. فمثلا أكثر عن مرة يجيني دريول مال وحدة من كبار المواطنات، جايب لي كيسين، كيس مثلا في تمر أو في علبة ماكنتوش، والكيس الثاني في علب الأدوية الفاضية مع بطاقتها. فأنا خلاص فهمت يعني أنه ود الدواء والماكنتوش حق دكتورة سلوى وهي بتكتب لي الدواء. صحيح. عرفت يعني هو الفكرة. وهذا الجانب أحاج. وهذا الجانب دكتورة ترى وايد حلو وايد جميل، بأن يحسون أن في ترابط كبير بالضبط. جدا بالضبط. وثقة جميلة جدا واستمرارية أيضا في التواصل بين الفريق الطبي بالضبط. المعالج بالضبط. وبين الشخص نفسه. أكيد أكيد. دكتورة آخر دقيقة، شو النصيحة اللي تحبين تقدمينها لي يعني هاي الفئة من الناس؟ وأيضا الحقيقة إحنا عندنا دكتورة والله وايد مواضيع، يعني الاستشارات اللي خلال 24 ساعة أنتوا تقدمونها للمتعاملين هاي بروحها يبقى لها حلقة، توصيل الأدوية يعني في بيوتهم متى ما يبغونه، أيضا هذه يبقى لها حلقة نحن يعني نتحدث فيها. هذا غير عن خدمة دوائي، هذا صحيح. يعني سبحان الله الموظفين هم بطيب خاطر يحبون انهم يسوون هالشغله لكبار المواطنين. دكتوره نستغل يمكن اخر دقيقه، شو تنصحين يعني الافراد الاسره بالاهتمام لكبير السن اللي متواجد في البيت؟ اوكي، شغلتين وايد ضروريات. الحين طالما انهم يصومون وهم معاهم في البيت، وايد ضروري يذكرونهم يشربون ماء كل ساعه من عقب الفطور. صحيح. هذه اذا ما ست يعني ما نذكرهم قبل السحور، قبل اذان الفجر بدقائق، بهالطريقه ما راح يستفيدون. كل ساعه حتى لو ما كانوا عطشانين من بعد الفطور يذكرونهم يشربون ماء. الشيء الثاني، المسنين اللي ياخذون ادويه وكانوا ياخذونها مثلا فتره الصبح وفتره المساء، نعم. يتم اعاده توزيع الادويه بحيث ان ادويه الصبح ياخذونها على الفطور وادويه المساء ياخذونها على السحور. لو كان الشخص ياخذ دواء للضغط، الافضل انه ما ياخذ الدواء على طول بعد الفطور، لانه خاصه لو كان عنده جفاف وطول النهار مو بشارب ماء، راح يصير عنده هبوط لو اخذ دواء الضغط مباشره بعد الفطور. الأفضل يأخذه بعد التراويح، يكون شرب كمية كافية من الماء. صحيح. وطبعا الأكل يكون صحي على قد ما نقدر. طبعا رمضان شهر الحلويات، المقالي، هالأمور كلها نحاول نحن نخففها. شهر التحديات مع الأكل. بالضبط أكيد. دكتورة سلوى عبد الله السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة حديث جميل وخدمات أجمل تقدمونها لكبار المواطنين. شكرا لك دكتورة سلوى، وأيضا شكرا لفريق عملك المبدع، ومبروك عليك الشهر وكل عام وانت بخير.
مستمعينا الأعزاء، وبعد ما وصلنا إلى يعني حديثنا الشيق مع الدكتورة سلوى عبد الله السويدي الخاص بالخدمات المميزة اللي يقدمها مركز كبار سعادة المواطنين بهيئة الصحة بدبي، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم بصحة وسعادة، وكل عام أنتم بخير، ومبروك عليكم الشهر. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.